اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل صحي والمطبخ صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. النهارده مع بعض بنعمل حاجات لطيفه بنراعي في الاعتبار ان في كبار السن، في اطفال، في رياضيين، في اجازات، في امتحانات الثانويه العامه، طلبه والطالبات واولادنا اللي يمتحنوا ربنا يوفقهم يا رب وينجحهم. هنعمل لهم عصير النهارده انا مسميه عصير التركيز والنجاح. اللي هيشرب من العصير ده بالتاكيد ربنا هيكرمه. يعني لو احنا بصينا مع بعض كده في مكوناته موز وتمر وعسل ولوز وشوفان مع الحليب وشويه فانيليا. مشروب صحي رقم واحد، رقم اتنين طبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا. معايا صدور فراخ النهارده هعملها بكاتا بالليمون صوص، دي حاجه لطيفه جميله. انا بقدر الامكان الليمون صوص مفيد جدا فيتامين سي، والفراخ طبعا او صدور الفراخ عموما هي امنه، نسبه الدهون فيها قليله جدا. معايا كوسه النهارده هعمل طبق جديد، الطبق ده انا بهديه لكبار السن، اسمها كوسه جرجيت برزيان او كوسه بوري جراتان، ده المسمى بتاعها من المطبخ الفرنسي. هنعملها النهارده بطريقه سهله، كوسه مسلوقه زي ما هي سليمه، هتنضرب بوري وتاخد فليفر وتاخد جبنه موزاريلا وتاخد شوفان وتاخد بياض بيض وتتقدم في كاسروله جراتان، هتعجبكم ان شاء الله، حاجه لطيفه وحلوه. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل في الحلقه النهارده، لان الاكل صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ونحط في الاعتبار نعمل الاكله اللي نفسنا فيها ولكن تكون قيمتها الغذائيه عاليه جدا ونهرب من الدهون اللي موجوده فيها. مش هنطول على حضراتكم، هنروح فاصل ونرجع او نروح بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا مع بعض ازاي اذا معانا صدور فراخ ومعانا صوص ليمون ومعانا شرايح من الليمون، عايزين نعمل اكله مشهوره جدا في المطبخ الطلياني اسمها التشيكن بيكاتا مع الليمون صوص. الليمون صوص بيدخل مع الجمبري، يدخل مع الدجاج، بيدخل بعض اللحوم. تعالوا شوفوا ايه قواعده ونعمله مع بعض ازاي. مقاديره على الشاشه: صدور فراخ، سلايز من الليمون، وعصير ليمون، ومستردة، وزبده، وتوم. والاكله دي يفضل للامانه اضافه زبده، انا اهرب من الزبده والكريمه اللباني عشان نبقى واضحين مع بعض. الاكله دي لو هنعملها اكله طبيعيه بمقاديرها لازم نحط لها كريمه لباني وزبده، انا ههرب من الزبده والكريمه اللباني. المقادير على الشاشه: صدور فراخ تتصدر القائمه، مستارده وتوم، زيت زيتون، عصير ليمون، سلايز من الليمون، وبشره ليمون، وعود روزماري حلو معانا محترم. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. باخد صدور الفراخ بالشكل ده كده، سكينتك تكون حاميه، ونقطعها شرايح كده بالشكل ده كده، يعني الصدر على 3 على 4 حسب حجمه. بناخدها بعد كده بنعمل لها توبنج، تغليفه، حلو اهو بالشكل ده كده، كمان واحد مع بعض، او ممكن تطلبيه من الراجل بتاع الفرارج يعني، او المحل الجزارة اللي بتجيبي منه الحاجة، ان هو يقطعها لك بالشكل ده برضه عشان ممكن ما تعوريش نفسك يعني. اهو نفس الطريقة كده كمان. اهو انا عايز الموزة دي كده لوحدها، بحبها نفس الطريقة. اهو دايما لما تيجي تقطعي فراخ او صدور فراخ او تقطعي لحوم لازم تجففيها شوية عشان ما تبقاش فيها سوائل كتيرة وفيها مية تتحرك تحت السكينه وتعمل لك مشكله. حلو الكلام كده، الفراخ جاهزه. هنخلي الطبق ده كده على جنب وتعالوا نعمل تغليفه حلوه كده نقدر ان احنا نحمر بيها الفراخ. معانا شويه دقيق، معانا طاسه شديده الحراره، زيت زيتون، شويه زعتر، شويه ملح، وهنعمل توبنج كده. ده البيكاتا، ادي الزعتر على الدقيق، اللهم صل على النبي، ومعانا الملح والفلفل، فلفل اسود وملح بالشكل ده كده، بنقلبهم على بعض يا عم الشيف. اهو فكره حلوه، احنا هنحتاج للدقيق ده هيدينه صوص كويس وهيدينه صوص كريمه حلو بالشكل ده كده. ونحط زيت الزيتون، حلو قوي. كل اللي احنا بنعمله هنا بناخد الفراخ زي ما هي كده، معانا توم، شوف الطريقة دي بقى، بنحط التوم هنا كده على الفراخ اهو بالشكل ده كده عشان الزفارة وتاخد طعم زي ما انا شغال كده اهو. معانا روزماري بينزل كده على الوش،
واحده واحده كده. معانا مستردة بناخدها كمان نسقطها كده اهو. الطريقه دي انت اعمليها بسهوله كده، والفراخ اتبلت على البلانشه بدون اي سوائل. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هاخد الفراخ دي بعد التتبيله الحلوه دي كده بالروزماري والثوم والمستردة، وخلينا نرش شويه ملح صغيرين وشويه فلفل، واغلفها في الدقيق اللي عندي. اه حلوه، وادي الفلفل الاسود عليها كده. كده الفراخ جاهزه تتعمل حاجتين، يا اما نشويها بصوص الليمون زي ما انا هعملها دلوقتي، او ان هي ممكن تتعمل بانيه. ننزل الفراخ هنا كده اهو، شفت الطريقه كده، وعلى الدقيق يا عم الشيف. لا ما تاخدش بيض يا غالي، بقول نحطها في البيض دي خالص بريئه من البيض اهو بالشكل ده كده اهو زي الفل. كمان مره اهو نفس القصه كده اهو تاني، ما خدش باله من الاول ياخد باله من التاني اهو. حلو، اتصل الكبيره شويه نحط الكميه كلها، بس خلونا نعمل شويه كده. احنا بس عايزين نوري حضراتكم الطريقه ازاي اعمل فراخ بيكاتا او التشيكن بيكاتا بالليمون صوص او بصوص الليمون. حلوه زي الفل. هنسيب الفراخ دي تتحمر على الشكل ده كده. بعد التحمير يا عم الشيف بنعمل ايه؟ في نفس الطاسه بنعمل الصوص بتاعنا في العيد باذن الله تعالى، زي ما قلت لحضراتكم، وهاتلنا اقول لغايه لما تيجي اجازه العيد والعيد، ونشوف الشيف المغازي ايه مفاجاته كالعاده على شاشه القناه الاولى. شايفين الفراخ التحميره دي اهو، انا شغال كده اهو اهو بالشكل ده كده، احطها تاني في قلب الزيت بقى، سيبها تتحمر كده. وتعالوا مع بعض نشوف موضوع الكوسه هنعملها ازاي، طبق جديد مع بعض. مقادير الكوسه جراتان على الشاشه، عباره عن كوسه جبنه موزاريلا، معانا توم ومعانا بصل ومعانا شويه حليب ومعانا دي شوفان. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله، وانا شغال مع حضراتكم كده واحده واحده. بجيب الخلاط بتاعي، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل كوسه بطبق جديد النهارده وبشكل جديد واحنا شغالين مع بعض. الفراخ دي نخليها معانا كده عشان نستخدمها دلوقتي مع بعض في قلب الطاسه. حلوه قوي. طيب مقادير الكوسه شفناها مع بعض. الكوسه عشان طبعا نكسب وقت مع بعض انا سليها ومجهزها اهي. دي كوسه عاديه مسلوقه زي ما هي سليمه اهي. الكوسه دي مسلوقه، شفت بكسرها بيدي ازاي؟ اهو اهو. سلقتها في شويه ميه بعد ما قشرتها كويس، او ان انا خططتها كده بالشوكه يعني، وشلت منها اي مشاكل نتيجه الاتربه او خلافه، وقطعت طبعا بالشكل ده كده وسلقتها كده، وبحطها في قلب الكبه اهو. طبق جديد ولكبار السن. هنضرب الكوسه دي كلها مع بعضيها وتبقى كوسه جراتان بوريه اهو كده تمام اهو. خلص الكلام. تعالوا مع بعض نعمل صدور الفراخ بالشكل ده كده. التركية هنا ان الفراخ بعد ما اتحمرت في الدقيق او في التتبيله اللي انا عملتها بنحط عليها شويه ميه. احنا اتفقنا مع بعض احنا بقدر الامكان بنعمل اكل صحي، بديل الميه شوربه، شوربه فراخ او شوربه لحمه، ده مهم جدا، او نحط زبده او نحط كريمه لباني. انا استبدلت كل ده بالميه. احنا اتفقنا ان احنا بنعمل اكل صحي، بنشوف مكونات الاكله ونعمل عليها ابحاث علميه، ابحاث طهويه، ابحاث خبره طهويه، ونهرب من الماده الدهنيه اللي موجوده فيها. الفراخ هنا بتستوي زي الفل، بنزل عليها بعصير الليمون بالشكل ده كده اهو. ده صوص الليمون بتاعي. طب القوام هيجي منين يا عم الشيف؟ هي معلقه نشا صغيره هستبدلها بشوفان. معلقه نشا صغيره هستبدلها بشوفان اهو. وادي المستردة بتاعتي في قلبها كده زي الفل كده، شايف الطعم ده كده، القوام بتاع الصلصه اهو زي الفل. ياخد غلوه، بدوب معلقتين شوفان ناعم وبربط بيهم القوام بتاع الصلصه بتاعتي الجميله الحلوه اللي واخده طعم الليمون مع المستردة. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لفكره جديده لتقديم الكوسه
بطريقه جديده جريتين، ومعانا عصير التركيز والنجاح والتفوق لطلبه الثانويه العامه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، انا ما انكرش واللي بيكذب يخش النار. احنا في الفاصل عملنا شويه حاجات، مخرجنا مطلوب مني اوضح انا عملت ايه. الكوسه بعد ما انضربت في الخلاط شفناها مع بعض، حطيتها في الصينيه بتاعتي او في الطاسه بالشكل ده كده، وعلى نار هاديه، ومن وقت للتاني بقلبها بالمضرب. اه دي الكوسه اهيت، بدات تاخد قوام بالشكل ده كده. كوسه ضربتها في الخلاط مع حليب اهو بالشكل ده كده. ببدا احط شويه دي الشوفان بتاعنا الجميل الحلو. الشوفان بيتجاب، في منه المطحون وفي منه الشوفان اللي هو زي ده كده. فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين حبايبي، ده قبل وده بعد. دي رقائق الشوفان اللي ممكن نحط عليها حليب وتبقى وجبه فطار الصبح او وجبه عشاء اخر الليل، او معانا الشوفان مطحون بالشكل ده كده. اه الاثنين معانا. ايه اللي هنستخدمه في الطبق ده يا عم الشيف؟ هستخدم هنا دقيق شوفان. طب عايزه تستخدمي الشوفان السليم مفيش اي مشكله، بس ده سريع الذوبان وزي الفل اهو. ثلاث معالق حلوين قوي، بنحطهم كده ونقلبهم. ده بيديني قوام للكوسه بتاعتي. اصبحت ان الكوسه دي فيها شوفان بيمتص الدهون، بيحرق الكوليسترول. الكوسه مفيده للقلب، فيها الياف لمشاكل الامساك، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فيها حليب قليل الدسامة. طبعا ده موجود في اي سوبر ماركت. هنشوف القوام بتاعها دلوقتي اهو. بقلب كده، ببدا احط البهارات بتاعتي واظبطها. بهاراتنا ليها ملح وفلفل اهو بالشكل ده، شويه فلفل حلوين، شويه الملح التمام. طب نتكلم مع بعض كده، ايه الابحاث العلميه اللي بتقول هنا مكونات الاكله اللي معانا ديت؟ دي ما فيهاش اي دهون خالص. انا ما استخدمتش لغايه دلوقتي اي زيت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه غير الحليب بتاعي اللي هو قليل الدسامه. وبقت كوسه فيها شوفان بالشكل ده كده. ما اعمل ايه بقى؟ اللي هياكل من الكوسه دي هيقول لك والله شوف طعمها، عايزها دسمه وما فيهاش الطعم، انا مش مريض انا والجو اللي احنا عارفينه ده كده. هنعمل حاجه لطيفه قوي دلوقتي لحضراتكم مع بعض واحنا بنقدمها. اقلبها كده واجيب الكسروله التايدين وطبق جديد. عندي جبنه موزاريلا، باخد الكوسه بالشكل ده كده بنزلها هنا اهو. يلا يلا اهي يا شباب، اهي اهي حلوه اهي. ادي الكوسه اهي زي الفل. كوسه ضربت في الخلاط، قلبنا معاه الشوفان. حلو، في نفس الطاسه يا عم الشيف، والله ما غيرها. بحط شويه جبنه موزاريلا اهو، حلو اهو. بحط شويه حليب على الجبنه وانا شغال كده اهو. ركزوا معايا عشان الموضوع ده هنا شايك. في نفس الطاسه مش هعمل اختراع ولا حاجه، واقلب الجبنه كده مع الحليب. دي جبنه وحليب. شوفي بقى التركيه اللي جايه. معانا بياض بيض، اللهم صل على النبي، بياض بيض. وانا واقف بقوي هنا، انا بديها هنا طاقه، بديها قيمه غذائيه عاليه جدا. عايز اكله فيها العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم. خدت بياض البيض بالشكل ده كده، ودي كمان اهوت، واحنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو تمام، عينيا زي الفل كده. بياض البيض تمام. مهم جدا وانت بتفصلي الصفار عن البياض تحط في الاعتبار، انا مش عايز صفار. الصفار يقول لك في دهون كتيره مع مريض السكر، مريض الضغط، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. بقلب ده كده مع بعضه اهو، بياض البيض وحليب وجبنه موزاريلا، دي التركايه. وابدا احط شويه زعتر حلوين محترمين زي الفل اهو، وسنه الملح الصغيره وشويه الملح والفلفل. يبقى الجديد ان انا خدت شويه حليب مع شويه جبنه حسب الرغبه مع بواقي الكوسه اللي باقيه في الطاسه، قلبتهم مع بعض، واخد الخليط ده يا عم الشيف والقوام الحلو ده كده اللي هيديني طعم بقى اهو. زي ما هو كده بحط على وش الكسروله بتاعتي اهي اهو. ده الجديد. يلا هنا اهو، هنا اهو 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 بالشكل ده كده اهو. في درجه حراره فرن 180 اهو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ده اصبحت هرم غذائي فيها بروتين حيواني. جا منين؟ من بياض البيض. فيها النشويات وفيها الالياف الفعاله والغير الفعاله من الشوفان اللي انا حطيته. فيها الكوسه مفيده جدا والياف. درجه حراره الفرن عندي 180، بدخلها الفرن اهو.
في قلب الفرن. اللهم صل على النبي. اهي واقفل الفرن ونصلي على الحبيب قلبك يتيب. يلا بص عليها نظره الوداع، كوسه بوريه جراتان فيها كل العناصر الغذائيه اللي بتناسب كل افراد الاسره. نشوف الفراخ بتاعتي اللي انا عملتها بالشكل ده كده. اهي ايه الحلاوه دي. اهي شايفين صوص الليمون بتاعي خد القوام ازاي؟ القوام ده جه منين يا عم الشيف؟ هو ده الكلام بقى اللي هنعرفه دلوقتي. الشوفان والدقيق والفراخ مستويه زي الفل. نغرفها مع بعض سريعا في طبق حلو كده هنا. اللهم صل على النبي. مهم جدا عايز انوه لحضراتكم حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ لما نيجي نعمل فراخ بالليمون صوص، فراخ بصوص الطماطم، فراخ باي صوصات من اللي احنا عارفينها بالباربيكيو، لازم نحط في الاعتبار نعمل ماده توبنج او ماده تغليف للشكل الخارجي لصدور الفراخ او للفراخ عموما كلها. ليه يا عم الشيف؟ علشان التوابل تمسك فيها بالشكل ده كده. يا نعم حاضر عينيا، حاضر عينيا الاثنين. ولكن نحط في الاعتبار الليمون بالذات في حاله ان احنا اضافته للاطباق بتاعتي بالشكل ده كده، معانا بشره ليمون عشان تدي فليفر عالي وتست عالي للفراخ بتاعتنا. ادي بشره الليمون الحلوه اللي بننزل بقى هنا كده اهو اهو. اصبح هنا طعم الليمون غالب. الله زي ما هي كده عينيا اهو اهو. وحلو قوي لو حطينا قش برتقال تبقى جميله، المهم ان يكون حامض. بالشكل ده كده يلا هنا هنا اللهم صل على النبي. فراخ ما خدتش وقت كبير وطبق جديد. ايه عدله يا عم الشيف؟ للامانه ده عدله طبق رز ابيض. عدله مكرونه سباكيتي بالطماطم او بالبقدونس. عدله شويه سباكيتي بالريحان. عدله مكرونه بينا بالبيستا صوص. على فين هنخلي مكانه هنا كده؟ وتعالوا مع بعض نستاذن فريق العمل الجميل معانا، مقادير عصير التركيز والنجاح، عصير التفوق، مقاديره على الشاشه. نحط الفراخ دي بتاعتنا هنا كده. اللهم صل على النبي. اهو جرنش بتاعنا، عود بقدونس حلو كده. المخرج بيحب الحاجات دي، البرزنتيشن ده مطلوب. العين بتاكل قبل. مقادير العصير على الشاشه. معانا موز، معانا تمر خالي النوى، معانا كمان عسل، شوفان، حليب، كل دي في المقادير، كله قدام حضرتك. انا بوسع الدنيا عشان الصوره الحلوه تظهر على الشاشه واحنا شغالين مع بعض اهو. شوفان في قلب العصير، نجرب ونشوف الدنيا هتعمل معانا ايه واحنا شغالين مع بعض اهو. الخلاط معانا كده زي الفل اهوت. في كوسه في الفرن. طلبة الثانوية العامة الشيف المغازي مهتم بيها. أنا سند لكل أم بتتابعني دلوقتي وكل أسرة عظيمة عندها أولاد وعندها بنات في الثانوية العامة، بيبقى عندها طبعًا يعني شوية تركيز، ودي طبيعة فينا من زمان يعني، دي اتنشأنا فيها. لما بيكون في طالب وطالبة أو طالبة في الثانوية العامة بيبقى في زي إيه؟ جو كده في البيت، الأولاد بيذاكروا، البنت بتذاكر. وده كويس قوي على فكره. فانت كمان ساعديهم في انك تعملي لهم عصير حلو. انا هعمل عصير دلوقتي كده نشوفه مع بعض. طريقه سهله وبسيطه. الخلاط معانا جاهز اهوت. عينيا حاضر اهو. نشيل دي من هنا خالص عشان نوسع. يلا اللهم صل على النبي. كده تمام معانا اهو. يا باشا تمام زي الفل. طيب عايز ابص على الكوسه بتاعتنا. ايه الاخبار؟ الله هو ده. عايزه تاخد لون انا عشان نشوفها مع بعض. طيب معانا الموز اهوت. احنا طبعا من اول ما الثانويه العامه بدات في الامتحانات واحنا مع بعض كل يوم نوع عصير جديد، حاطين في الاعتبار ان العصير ده يكون فيه نوع من انواع المكسرات زي اللوز زي عين الجمل، واعتقد دولت غنيين جدا باوميجا 3 اللي بيساعد على التركيز والذاكرة الحلوة. ده لوز مقشور اهوت، بحطه هنا كده اهو. معانا شوفان، شوفان بنحطه بما ان احنا بنعمل اكل صحي النهاردة، حطيت الشوفان. معانا التمر او العجوة بتاعتنا بتاعت الواحات وسينا اللي بتصدرها للدنيا كلها، خلي بالك تشيل النوى منها
اوعي تسيبي نوايا هتبوظ لك الدنيا دي كلها. معانا ذره فانيليا حلوه طعم ده انا بحبه مع العصير، معانا عسل النحل، ربنا يعسل ايامك يا عم الشيف. اهو ما حطيتش سكر انا، عسل نحل. اسقطه كله كده وهضرب كل ده في الخلاط. انا شخصيا لو شربت كوبايه عصير من دي كل يوم الصبح او انا نازل مثلا مش هطير طول النهار من غير اكل. اكل ليه؟ موز يعني بوتاسيوم يعني مغنيسيوم يعني كل المعادن، تمر مش محتاجين نتكلم عنه ده هو غني عن التعريف. اللوز يا مزاجك اللوز اوميجا 3، شوفان الياف فعاله وغير فعاله. حلو الكلام؟ كل ده في قلب الخلاط. للامانه هزود شويه حليب بس صغيرين كده وفي قلب عيني. حاضر اصبه بس. طيب اصب. حاضر في قلب الخلاط اهوت زي الفل. خلص الكلام. حاضر هنشيل العصير ده من هنا. حاضر اهوت بسرعه. تعال نصب العصير بتاعنا. الله هو ده. ده اهداء مني لكل طلبه الثانويه العامه. في كل العناصر الغذائيه اللي ممكن ندور عليها. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها اكل صحي بقدر الامكان. قاعده المغذي بتقول نهرب من الدهون، نهرب من السمنه، نهرب من الماده الدهنيه اللي بتحتوي في الاكل، وانك تعملي الاكله بطريقه صحيه. هو ده هدفنا. بالشكل ده كده. تعالوا نطلع في الفرن بتاعنا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ صينيه كوسه بتتكلم مصر. وسع لها الدنيا كده زي الفل. حلوه. فيها بياض بيض، فيها بروتين، فيها الكوسه، فيها الجبنه بطريقه حلوه عملناها لحضراتكم كده. حلقتنا النهارده على الشاشه بساطة، سهولة، مرونة. قدرنا ان احنا نعمل الحاجة اللي حضراتكم نفسكم تعرفوها بالنسبة للأكل الصحي، لأن في أسئلة كتير على السوشيال ميديا. شيف مغازي عايزين نعمل خضار رجيم، عايزين نعمل الفراخ. كل ده بنعمله عملي مع حضراتكم لأن احنا بنتابع السوشيال ميديا كل يوم على شاشة القناة الأولى والقناة الرسمية طبعا، وكمان صفحة أكلة أمي. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.